تحل الذكرى السادسة لثورة الحادي عشر من فبراير، فاقدة العديد ممن رسموا ملامحها الأولى وصنعوا بتضحيتهم ذكراها. فإلى جانب المئات من الشهداء الذين خلدوها بدمائهم، هناك من سلبهم المخلوع وعصابته حريتهم وأودعوا السجون دون ما جرم أو ذنب. الاختطافات والاعتقالات كانت واحدة من أساليب القمع والترهيب التي طالما اعتاد عليها نظام صالح في التعامل مع خصومه السياسيين، وزادت حدتها منذ اللحظات الأولى للثورة الشبابية السلمية. أثناء الثورة الشبابية الشعبية ازدادت حالات الاختفاء القسري وحالات الاعتقال بصورة كبيرة جدا، وأنا ذاك نجحنا في إطلاق بعض إطلاق حرية بعض الشباب، إطلاق سراح بعض الشباب، لكن أيضا ظلت مجموعة موجودة في السجون، وكان هناك تعنت وعدم مضي في الإجراءات لإطلاق سراحهم. 27 شابا هم من أبقى عليهم نظام المخلوع حتى بعد سقوطه مخفيين في الأمن القومي بتهمة تفجير جامع النهدين التي لفقها لهم فيما بعد كمبرر لاعتقالهم وتعرضهم لأنواع شتى من التعذيب. خلال 8 أشهر وأكثر، ربما من 8 أشهر، قضيناها مغيبين عن أسرنا، قاسينا ألوان العذاب، ما كنا نسمح به وجدناه بأم أعيننا، ولا زالت الآثار موجودة. حملات تضامنية كبيرة قام بها شباب الثورة وعدد من منظمات المجتمع المدني أثناء فترة الحوار الوطني شاركت فيها الأستاذة حورية مشهور، نتج عنها الإفصاح عن أماكنهم، ثم نقلوا للأمن السياسي ليستقر بهم المقام أخيرا في السجن المركزي قبل الإفراج عن عدد منهم على دفعات. 5 هم من تبقوا بوعد من رئيس الجمهورية بالإفراج عنهم فور الانتهاء من مؤتمر الحوار، لكن ذلك لم يحدث حتى بعد مرور ما يقارب العامين. معتقلي ثورة 11 فبراير تم إخفائهم بشكل مفاجئ من سجن الأمن المركزي. بل على العكس، هم الآن قابعون في سجن الأمن السياسي الذي أعيدوا إليه تنفيذا لرغبة المترافع عن المخلوع بعد تقديم القاضي السابق استقالته نتيجة لضغوط. عامان مرة منذ سجل هذا المقطع، فلا حنينه أشبع ولا قيوده فكت، وهي 6 سنوات مضت أيضا وما زال إبراهيم الحمادي ورفاقه عبد الله الطعامي، محمد عمر، شعيب البهجري، غالب العيزري، زياد مؤنس ومهدي النجار معتقلين في غياهب السجون، يدفعون حياتهم ثمنا لحريتهم وكرامة وطن بأكمله. فالثورة لا تسجن ولا الحلم يكبل.